احنا معانا على التليفون دكتور سعيد الزغبي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس. اهلا بيك يا دكتور سعيد. اهلا بحضرتك استاذ يوسف ومشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك دكتور سعيد. يمكن في اللقاء الذي تم النهارده في قصر الاتحاديه بزياره الرئيس القبرصي الينا في القاهره ولقائه مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطبيعه الحال ده يمكن في مناقشات كتير كانت اكيد متعلقه بمنتدى شرق المتوسط، متعلقه بالعلاقات ما بين البلدين، لكن ايضا اللقاء تناول الاحداث الجاريه على الصعيد فلسطين المحتلة وما يحدث في قطاع غزة. إلى أي مدى بتشوف أنه التعاون ما بين مصر وقبرص من الممكن أن يساهم في إقرار الأمان والأمن والسلم في المنطقة؟ حضرتك وتسمح لي بس أحييك على المقدمة اللي قلتها في بداية البرنامج. تاني حاجة عايز أقول لحضرتك أن مصر هي الفاعل المؤثر للمنطقة. مصر هي يا أستاذ يوسف بوابة زعماء العالم لحل قضايا، ليس القضية الفلسطينية أو الاشتباكات اللي حصلت دلوقتي بين قطاع غزة وإسرائيل، ولكن أيضا لقضايا دول الجوار. احنا لسه يعني من حوالي 8 ساعات كانت مدير الصندوق النادي الدولي بتتكلم على امتنان العالم لمصر دولة مستقرة وصامدة في مساعدة الجوار، ليس في القضية الفلسطينية ولكن أيضا في مساعدة دول الجوار في السودان في ليبيا. أمن واستقرار العالم والمجتمع الدولي أستاذ يوسف لن يأتي ولم يتأتى إلا من خلال استقرار دول الجوار المحيطة في جمهورية مصر العربية. أعتقد أن الزيارة بتاعتنا النهاردة كانت بتؤتي ثمارها في هذا الموضوع، رغبة وإرادة من جانب البلدين للارتقاء بالشعبين، الشعب القبرصي والمصري، وإن دلت هذه الزيارة على اتفاق الرؤية في حل هذه القضايا وحل القضايا الموجودة في دول الجوار. أعتقد أن زيارة رئيس قبرص لمصر أو الزيارات المتعددة للرؤساء، حضرتك لسه يوم 27/11 كان رئيس الدولة المجر موجودة عندنا في مصر، كل ده دل أن الناس دي أو هذه الدول متفقة تماما مع الرؤية والاستراتيجيات الخاصة في مصر، وخاصة حل القضية الفلسطينية وحل يعني الآليات اللي كان بيتكلم عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، أن زاد الاهتمام الدولي والمجتمع الدولي بمصر بعد يوم 21 أكتوبر. حضرتك شفنا المجتمع الدولي يوم 21 أكتوبر بمؤتمر السلام اللي شهدته أكثر من 32 دولة وثلاث منظمات دولية. النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في نقطة كبيرة مهمة جدا، وهو غياب المجتمع الدولي، وأن مصر، أستعير بعض من العبارات اللي حضرتك قلتها في مقدمة البرنامج، مصر هي اللي واقفة يا أستاذ يوسف، مصر هي اللي واقفة. أين دور المجتمع الدولي؟ النهاردة بيشيد رئيس قبرص بدور مصر وعظيم الامتنان للدور المصري والقيادة المصرية الحكيمة في حل هذا الموضوع، وفي أيضا في جعل استمرار الهدنة الإنسانية أو بداية الهدنة الإنسانية اللي احنا كنا بنشوفها من خلال أربع أيام أو في خلال أربع أيام اللي فات. على الصعيد الاقتصادي هناك مشاركة اقتصادية وتعاون واتفاقيات دولية بيننا وبين قبرص. حضرتك لا تنسى أن يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من المشروعات الكبيرة والعظيمة أن احنا عايزين نعمل يا أستاذ يوسف بورصة لتسعير الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأعتقد أن هناك اتفاق في هذه الرؤية بين مصر وقبرص في هذا الموضوع. احنا مصر يعني حصتها من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط أكثر من 230 تريليون قدم مكعب. أعتقد أن احنا وقبرص يعني لولا ترسيم الحدود، ولو حضرتك ترجع منذ ترسيم الحدود وإصرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقسيم الحدود بين البلدين بيننا وبين قبرص وبيننا وبين اليونان، ما أعتقدش أن كان هيجي الدول علشان تيجي تستثمر في الغاز والبترول والنفط عندنا في مصر ويكون في شراكات في البحث والاستكشاف الخاص في مصر. طبعا نقل الغاز المسال القبرصي من قبرص، عندنا أكبر مصنع في الشرق الأوسط أستاذ يوسف لنقل الغاز المسال LPG موجود في الشرق الأوسط كله، وأعتقد أن دي ميزة تنافسية كبيرة صحيح. جدا عندنا في مصر صحيح. في صحيح بترولي. صحيح يا دكتور، نورتنا وشرفتنا وأفدتنا وهو الأهم. شكرا جدا دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس.